أنا عمر محيار، صانع محتوى مختص بموضوع السفر. بلشت بهذا الحكي تقريبا من 4 سنين لغير وجهة نظر الناس نحو الناس ذوي الإعاقة، كون الناس بتشوفهم أنه شوي عالي على المجتمع أو أنه ما إلهم دور كبير بالمجتمع. خلال المحتوى اللي بقدمه، من خلال التحديات بقدمها بشكل غير مباشر تماما من دون ما أذكر أي إشي عن الوضع الصحي تبعي. أول تجربة كانت إلي في على تركيا، كان في شوية هيبة صراحة بالأول، أو خوف أو رهبة من الناس ومني أنا شخصيا ومن أهلي، وكونه عايشة أنت بلد جديد، عايشة ناس جداد، كل إشي جديد وغريب. ولكن الحمد لله قدرت أبني هناك علاقات جديدة، قدرت أبني مع الناس جداد، تعلمت لغتهم، صرت أروح وأجي مواصلات لحالي، كنت نزل على صفحتي الشخصية كل هذا الحكي. بعديها قررت أنطلق بهذا الموضوع. الناس كانت يعني الناس تشوف إنه في إشي هيك غريب، فاهم؟ إنه الناس كمان بتخاف من هذا الإشي، بتخاف تجرب كل إشي جديد، بتخاف البهدلة نفسها، بتخاف تتبهدل على الناس. فإنه لما تشوف إنه حدا بوضعي بيجرب كل هاي الشغلات، إنه كنت أحس إنه في أعمال يقدم إشي بغير بالناس. نظرة الناس إلي نفسها شخصيا كانت تختلف من خلال تعرفي أو سفري والتعرف على الشعوب الثانية والثقافات الثانية. صراحة تعلمت كثير شغلات وبنيت جد شغلات تانية جواتي، أو قناعات تانية جواتي، منها إنه مش كل البيئة أو مش كل المجتمعات بتشوفني بنفس النظرة. يعني كنت أطلع بلاد كثير ما كانوا يشوفوني بنفس النظرة اللي شعوبنا بتشوفني فيها. خلطت بفيديوهاتي موضوع شوي السكتشات، صنعت أكثر من شخصية، أنا أبو الجماجم أبو جاسم، دخلت أخوي بشخصية جوستافو شاب مكسيكي ضايع كانت الناس تحب هاي الشخصية. بعديها تحولي على الفلوج وتقدمي الفلوج بطريقة حلوة. تشخيص وضع الصحي كالتالي: بعاني من قصور بالقامة، عوجاج بالعمود الفقري مما أثر على طولي وشوي بنمو العظام. من خلال زيارتي ل 14 بلد تقريبا حول العالم اكتشفت شغلات كثير. أني أوصل لكل حدا بالمجتمع، كل حدا بالعالم، أنه ما في عائق بالحياة، سواء كان صحي نفسي أو أي عائق تاني. امشي بالإشي اللي أنت بتحبه، آخرتك توصل وتنجح إن شاء الله.